إلا لأمجد يعني ما عم يرد، ما عم يرد علي، هيك فجأة انقطع. يعني إجا شخص لعندي ولعب بعقلاتي تمام، إنه شو بدك بهالبنت وتركها وشو بدك فيها. أوه أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج Good News. نحن موجودين بألمانيا واليوم عنا حلقة جديدة مع زوجين بيحبوا بعض كتير، بيعملوا مقالب وتحديات ومغامرات حلوة مع بعض. رح نروح نشوف أمجد وبشرة، بس قبل هيك ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات إذا حبيتوا الحلقة. خلينا نعرف منهم تفاصيل ما حكوها قبل على السوشيال ميديا. يعني انا مبسوطه انه انتم معنا وشكرا على هالاستضافه الحلوه. اهلا وسهلا فيكي، والله نورتينا. هلا انا كثير حابه المحتوى تبعكم. بالبدايه قبل ما بلش اسالكم عن المحتوى وعن حياتكم بالمانيا، خبروني كيف تعرفتوا على بعض. هلا نحن تعرفنا على بعض بصراحه، نحن كنا جيران. فيعني هو كان بالاول ساكن بالبنايه، كنا ساكنين بدمشق احنا بالشام، فكان ساكن هو قبلنا. فاجيت انا واهلي، فكنا لسه يعني هيك جايين عم نتفرج على البيت، فكان هو قاعد على التراس هو وامه، يعني هذا صارت حماتي. امي اجت لعندي قالت لي تعال شوف هالجيران الحلوين اللي جايين لعنا. امي هيك يعني فيها روح شبابي. وطرتوهم من الشباك دغري اول شيء. اما يوم عن يوم امي تعرفت على اما، انا شفتها على البرندا وصرت أشر لها بالموبايل وهيك، وصرت يعني أعمل حركات تطبيق يعني. إيه في شغلة هي أول حركة يعني عملها، إنه كنت أنا قاعدة على البلكون، فهو كان جاي من النادي، كان جاي هيك حاطط الشنطاي على ظهره وجاي، قام صار كتير يتطلع لفوق هيك، وأنا ما كنت عارفانة إنه هو عم يتطلع لعندي ولا عم يتطلع غير مكان، يعني ما عارفانة. وقتها هيك فتح السيارة قعد فيها وحط غنية ناسي عجرم تبع ابن الجيران وعلها على الاخير. الله وكيلك شمستني يا الله. وقتها لما صار يتطلع وانا اطلع هيك انه في حدا غيرنا، يعني لا والله اكيد علينا، يعني اكيد لها هدف. وخطبتوا وتزوجتوا بسوريا؟ ايه. وبعدين انتقلتوا على المانيا، كيف صارت القصه؟ مغامرات. والله هلا اول شيء نحن عشنا بتركيا تقريبا شيء سنه تمام، بعدين قررنا انه نسافر على المانيا. بالطريق صار معنا مغامرات وصعوبات كتير يعني. هلا نحن طلعنا نحن واهله سوا، يعني كل العيله طلعت مع بعضها. فطلعنا من سوريا لتركيا، كنا طالعين بشكل نظامي، بس لما كنا نطلع من تركيا بقى بلشت هون المغامرات، نطلع على اوروبا. فبتعرفي انت الطريق كيف كان بوقتها، يعني كان طريق تهريب، فصار معنا مواقف فظيعه. انه احكوا لنا عن هي الصعوبات اللي واجهتوها وفوتونا معكم كثير صعوبه. تمام. اول شيء وقف القارب معنا بنص البحر. اوف. تمام. ودقينا لخفر السواحل اليوناني لحتى اجوا انقذونا. تمام. ثاني شغله صار معنا قصه كثير فظيعه يعني. كنا ماشيين بغابات صربيا نحن، ام انا اجمدت وقفت بارضي، طلعت هيك لقيت كائن يعني بيشبه الاسد. تمام. فاتح ظهره هو، بس لونه نفس لون الاسد، حجمه نفس حجم الاسد، وحتى الديل تبعه نفس ديل الاسد. اجمدت قلت لهم اسد. عم تعرفي بشرى شو قالت لي؟ قالت لي والله مالي متحركه من مكاني. من التعب اللي كنا فيه، يعني كانوا اغيد وهديل كانوا معنا، بس هن هديل كانت حامل، كانت باخر حمله، فالبوليس لما شافها هيك قال لها خلص فوتي، فوتها. انا كنت حامل بوقتها، بس كنت باول حملي ما مبين علي اني حامل، قام قلت له انه انا خليني فوت، قام ما صدقني، قام مشينا، انه فكرني انه عم كذب، انه شو كلكم يعني هيك انه كلكم حوامل، ما صدق.
فضلينا عم نمشي، ضلينا عم نمشي تقريبا 9 ساعات وجبال، يعني مو انه بس مشي، 9 ساعات جبال. فكنت ماشية 9 ساعات حرفيا، يعني كنت رح موت وانا حامل، يعني كان الوضع مخيف. فلما هو قال لي انه هذا اسد، قلت له خلص يعني حتى لو اسد معلش. هلا هو شو التصرف الصح كان لازم يكون؟ شو عملتوا؟ هلا هو الواحد لا شعوريا بيقول انه هربوا، اركضوا في اسد، اركضوا هربوا. بس بدنا نركض يعني قدامنا كلياته فلا، كله خضار فلا مزارع. يعني قالت لي ما رح اتحرك مكاني ابدا، يجي ياكلني مو مشكله. ثبتوا وشو صار بعدين؟ ضلينا ثابتين بارضنا من يعني جمدنا نحن. ام فتل وشه هو ام طلع كلب. بس شو كلب والله شكله اسد اسد يعني. يا الله بس الرعبه اللي اكلتوه يمكن لا تنتسى. هو على قد ما كنت انا على قد ما كنت تعبانه خلص ما حسيت بشيء بصراحه، يعني كنت انه خلص مقايسه، يعني اللي بده يصير يصير. بعدين شو صار؟ بعدين ضلينا عم مشينا شوي، ضلينا عم نمشي شيء 2-3 كيلو متر يعني شوي بنعتبره شوي كانت 2-3 كيلو متر. بعدين وصلنا للمكان. انا لما وصلت صرت ابكي خلاص يعني حاجه بكفي. تندموا على هاي الرحله اللي اخذتوها؟ هلا انا بالنسبه لي يمكن كنت اخذت يعني اكيد اخذت قرار السفر ولكن بطريقه اخرى، يعني صح. مو بهالطريقه هاي. هو انا ما بندم على شيء، بندم اول شيء انه اهلي تعذبوا معي لانه طلعوا معي. انا ما بنسى انه امي قديش تعبت وابي قديش تعب، هن يعني كبار شوي بالعمر بقى، هذا الشيء ما بنسى. يعني انا بضل عم اتذكر انه اهلي تعبوا. انا لو علي مو مشكله بطلع، وما بنسى دموع بشرى كمان بس لو وصلنا للمكان اللي بدنا اياه بصربيا كمان صارت تبكي من تعبها. فهدول شغلات كلياتهم بياثروا فيني. هلا كثير من الاشخاص لما تجي من بلد عربي لبلد اجنبي بصير عندها مثل ما بنحكي cultural shock، يعني صدمة شوي من الثقافة اللي هي موجودة فيه. فهل أنتوا واجهتوا هذا الشيء؟ أول شيء انصدمنا نحن من عاداتهم، من يعني أكلهم، من كل شيء يعني. بس بعدين تأقلمنا على الوضع. يعني أكتر شيء حسيتوا غريب عليكم شو كان؟ أكتر شيء حسيناه غريب إنه هنن بيسكروا محلاتهم كتير بكير. صح. كتير صح. كتير يعني. هاي أنا كمان استغربت من هلا بهالزيارة. إنه شو نحن متعودين إنه تطلعي مثلاً الساعة 6 يكون إنه لسه هلا بلشت الحياة، يعني إنه بسوريا يعني تلاقي المحلات تفتح متأخرة. إيه فهون لا، هون تلاقيهم عثمانة مثلاً بيسكروا بسرعة، ولسه بالضيعة اللي كنا فيها قبل ما نجي لهون كنا هون مدينة، بس أول ما أجينا كان بيسكروا على 6 بيسكر كل شيء. فهي كانت كتير صعبة بالنسبة لنا. الروتين طبعاً مختلف يمكن من ناحية الساعات. صح. تقلمتوا على هذا الشيء؟ غيرت الساعة البيولوجية تبعكم؟ لا والله. والله عم نحاول. لهلأ عم نحاول ما عم تزبط. عم قلها لبشرة دائماً بدنا نظبط برنامجنا خلص نفيق بكير مثل الألمان كذا، بس ما عم تزبط. هن بفيقوا كتير بكير. من ناحية اللغة قديش أخذكم وقت لتتعلموها وهلأ بتلاقوا صعوبة فيها؟ والله اللغة الألمانية مشكلة 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 كبيرة. هي صعبة. كتير صعبة. يعني يعني نحن يعني الحمد لله يعني كنا سريعين شوي، بس انه ما ختمنا اللغه، ما كنا يعني لهلا ما لنا بيرفكت باللغه يعني. انا لانه كمان يعني جبت انه كنت حامل وكذا، فكنت انا اعمل كورسات ووقف احيانا ارجع اكمل وهيك، يعني اخر شيء وصلت لدرجه منيحه يعني، ولكن يعني اكيد مو اللغه البيرفكت يعني. طيب خليني أسألكم عن أطفالكم هلأ، أسيل وميلا وسيلينا، بتشوفوا لهم مستقبلهم بألمانيا؟ صراحة إيه بصراحة هون في مستقبل كتير كبير للأطفال اللي بيجوا لهون. الدولة بتدعم الأطفال يعني بشكل كتير كبير لحتى يكون لهم مستقبل هون، يعني لحتى يفيدوا الدولة الألمانية ولحتى هن يستفادوا كمان. بعدين هون يعني أي فرع ممكن هن يدرسوه، فهن رح يعني شلون بدي اقول لك يعني رح ياخذوا اجرهم، يعني اجرهم الحقيقي. هلا بالدول العربيه بتلاقي انه حتى لو الواحد قد ما درس قد ما عمل ما بيوصل للاجر الشيء المناسب له، اما هون بيعطوا كل واحد حقه. وبتخافوا طيب من التربيه من ناحيه تربيه الغرب عن تربيه العرب؟ هلا انا بتخوف شوي احيانا، بقول له لامجد انه بخاف يعني انه بناتنا وهيك، بس في يعني بتلاقي عائلات هون تركية مثلا صلى زمان هون ولساتهم محافظين يعني على عاداتهم على لبسهم على كذا، فبتصور انه الضرب على التربية يعني. صح، يعني هي التربية اذا كانت منيحة بعد الطفل بيطلع يعني كدين وكأخلاق وككل شيء بيطلع منيح. كيف اخترتوا هذا المحتوى تبعكم؟ شو اللي شجعكم انتم تبلشوا بصناعة المحتوى؟ هلا اول شيء بشرة هي اللي طلعت ببالها هي الفكرة وصارت تقنعني فيها. تمام. ليش؟ لأنه بشرة حاسة أنه
في كتير عالم مثلها بيشبهوها انه اهلهم بعاد عنهم وهن مفتقدين لهذا الجو العائلي. يعني بما انه اهل امجد موجودين فنحن عم نقدر نعمل شيء بوجودهم معهم شيء عائلي، فعم يطلع هذا الشيء فيه دفع العيلة، فالعالم اللي عم يحضرونا وهن كمان مثلا بعاد عن اهليهم عم ينبسطوا، يعني عم يحسوا انه هيك عم يتونسوا يعني. أيوة، ونحن بنفس الوقت كمان عم نتونس بهذا الشيء. هل قربكم من بعض صناعة المحتوى أو خلى بيناتكم خلافات؟ لا أبداً، يعني نحن من زمان قراب من بعض قبل ما نفتح القناة بقى يعني بالعكس ساعدنا يعني. يعني نحن لأنه قريبين من بعض قدرنا أنه نوحد أفكارنا يعني مثل ما بيقولوا، بس في شغلة أنه مثلاً أهله لأمجاد مثلاً هديل وأغياد وهيك فتحتنا القناة قربتنا منهم. يعني بالنسبة إلي أنا هلأ أمجد أكيد رح يكون قريب من أخوي يعني، بس أنا تقربت منهم أكثر لأنه صرنا مثلا نعمل تحديات معهم كذا، يعني تعرفت على شخصياتهم أكثر بشكل حقيقي أكثر، فأنا بعتبرها أنه شغلة إيجابية. يعني صرنا نتسلى سوا، نعمل شغلات سوا، أنه من دون يوتيوب أكيد ما كنا رح نقعد نعمل تحديات وهيك شغلات. صح. طيب لو بدي أسألكم شو هي مهنتكم الأساسية، شو دراستكم؟ هلأ أنا دارس السياحة وبشرى أدب إنجليزي. أنا فتت يعني سجلت بالجامعة وفتت فيها بس ما كملت بصراحة لأنه طلعنا يعني دغري سافرت. بتفكري تكملي هلأ؟ بصراحة هلأ ما رح فكر كمل لأنه يعني فتت بغير مجال وأنا كتير حابة المجال اللي فتت فيه، فما بتصور انه هلا رح رد ارجع للادب الانجليزي كمان، خصوصا انه انا عم بتعلم الماني. صح. فعت اللغتين ببعض هيك، فلا ما بتخيل اني رح كمل. طب احكي لنا عن الحلم اللي حلمته والده امجد لك. هي حلمت هذا الحلم مو لإلي، هي حلمته هي لما كانت صبيه. لما كانت صبيه طولت لحطت الحجاب، يعني صارت بعمر الثلاثينات وما تحجبت، وكانت انه تقول لهم لاخواتها انه انا بصلي بصوم بعمل اي شيء بس انه حجاب ما بدي احط. شافت بالمنام شيخ لابس ابيض بابيض وعم يقول لها انه ليش ما بدك تحطي الحجاب، انت شو عم تنتظري، ضامنه حياتك لبكره. هي فاقت من المنام وهيك مرعوبه يعني، وبتذكر انه شافت مرتين الشيخ. ما هي ما حطت الحجاب دغري، ام رد طلع للشيخ وقال لها شو قلت لك؟ انا قلت لك انه تحطي الحجاب، انت مالك ضامن يعني حياتك لبكره. يعني فاقت قالت لا على هون وبس يعني. ايه، لما فاقت دغري دقت لاخواتها وقالت لهم خلص انا اليوم بدي اتحجب، قررت ودغري يعني بنفس اليوم لبست الحجاب. وخبرتك هذا الحلم؟ ايه بصراحه حسيتي انه اثر فيكي؟ ايه والله اثر فيني. هي لما كانت تحكي لي اياه قبل ما انا اتحجب يعني، فكنت اسمع هذا يعني اسمعه وهي عم تحكي كتير هيك يعني هيك مثل ما بيقولوا اشعر بدني يعني. ايه فانه ايه خلاني افكر يعني، بس مو هو السبب الرئيسي اكيد. هلا في سؤال نساله دائما لكل ضيوفنا، لو اعطيناكم 50 يورو شو بتشتروا فيها؟ شاورما. في تحدي مره عملناه بقناتنا، اعطينا 10 يورو لامجد و10 يورو لاغياد نشوف شو بيجيبوا فيها. ام امجد جاب لي اكل فيها ال10 يورو. اكيد بدي اقول لك اكل هلا. بعمل عزيمه للكل، شاورما. شاورما جماعيه. قد ايه بتكفي ال50 يورو بالمانيا هون؟ والله هي كانت تكفي كتير منيح، بس هلا بعد الازمه الاوكرانيه وهالشيش اللي صار الحرب كل الاسعار ارتفعت هلا، يعني ما عاد تكفي مثل قبل. يعني منيحة ماشي الحالة بس إنه مو مثل قبل. مو مثل قبل صح. يعني هلأ بنحكي بتكفي لأسبوع، بتكفي ليومين، بتكفي يعني تقريباً ثلاثة أيام. إيه كشي صح. طب خلينا هلأ نروح لأول تحدي مجهزي لكم إياه ونشوف مين بيعرف الثاني أكثر. يلا يلا. صارت الدنيا تمطر، احنا رح نستمر بالتصوير الخارجي رغم المطر. مستمرون لازم نستحمل. طيب هلا بدنا نلعب لعبه مين بيعرف الثاني اكثر، اسئله سريعه ونشوف مين رح يجاوب اول. جاهزين؟ جاهزين. اول سؤال، شو اول انطباع اخذتوه عن بعض؟ هلا انا بصراحه يعني هيك حسيته مغرور، انا ما كنت لسه بعرفه، كنت لسه هيك عم شوفه من بعيد بعيد. ما بعرف ليش اخذت عني هذا الانطباع مع انه ما كنت هيك انا يعني. انا اخذت عنها انطباع انه هي مؤدبه وبنت عالم وناس، وهي اخذت عني هالانطباع. طيب لو تخانقتوا والشخص الثاني نزل صوره بتعملوا لها لايك؟ انا ايه.
وانا ايه يعني نوع من يعني انه بدي ارجع انه انا شايفك يعني دعم موجود رغم خلافات ولا شو يعني هيك شيء نعم اختلفت عنا وجهات النظر. طيب كيف قلت انه بشرى هي ام اولادي وهي الشخص الصح؟ صراحه مرينا بمواقف نحن اثبتت لي انه هي ام اولادي وانه انا بحبها كثير وهي بتحبني كثير، مشان هيك اتخذت هذا القرار انه هي عن جد ام اولادي لازم تكون. وانت بشرى؟ انا بصراحه يعني انا وياها ضلينا فتره منيحه مع بعض، ما دغري يعني ضلينا تقريبا شيء 4 سنين، فيعني درسنا بعض تمام يعني، بهالفتره من كذا موقف مثل ما قال حسيت انه هو خرج انه يكون يعني شخص يعني الاستقرار، شخص جدي، مو انه يعني هيك انه يعني مثل باقي الشباب. فبوقتها يعني شو كانت اول هديه بعد الزواج؟ موبايل. مين جابه؟ انا. اول مره اجيتوا على المانيا كان باي تاريخ؟ انا بتذكر انه بشهر 17/7/2015 بالضبط. اي سنه تقابلتوا؟ قابلنا ب 2010 بشهر 8 بالضبط. شو هو تاريخ زواجكم؟ 15/5/2014. وانا بعرفه بس هو سبقني على فكره. شو برج كل واحد فيكم؟ انا الحمل هو الثور. حلو. طيب شو هو اللون المفضل عند كل حدا فيكم؟ انا الاحمر. انا وهي البنفسجي صراحه. لا البينك. ما بعرف انا غيرته ما خبرتها. والله قالت لي قبل بمره انه البنفسجي. خلص غيرت رايي. صفات ما بتحبوها كثير ببعض. انا منتظر هذا سؤال من زمان على فكره، لانه امبارح قالت لي بشرى انه قلت لها اذا سالوني هذا السؤال بدي اقول لهم انه انت نقاقه كثير نقاقه. لا انا مالي نقاقه، بس بصراحه هن الشباب بيخلوا البنت تصير نقاقه لانه بتلاقيهم كثير بينسوا، فانت بدك شو بدك تضلي تذكريهم يعني بيعتبروها انا ما عم تعمل الاشياء مشان هيك هي عم تنقى. والله البنت ما بتنقى لحالها. هي ايه ايدتني بالراي. طيب مع البنات يعني بنتين على شاب يعني شو بدي ساوي انا. طيب انت شو بيزعجك؟ انا بيزعجني انه بيطنش احيانا. يعني هيك احيانا بقول له مثلا انه امجد اعمل هيك كذا بيطنش. احيانا كمان لما بنتخانق مع بعض انا بحب انه دغري نرجع نحكي دغري هيك، هو لا بحب انه يبعد هيك فتره يعني ويطنش شوي الموضوع بعدين ليرد انه يرجع يحكي معي. بنجي لسؤال مين بيصالح الثاني اول وقت الخناقه؟ انا اكثريه الاحيان انا. بحكي الصراحه انا. طيب هلا خلينا ننتقل للتحدي اللي بعده ونشوف صندوق الحظ شو مخبي لكم. وصلنا لفقرة صندوق الحظ. هلا هون عندي تحديات مختلفة، بدي اشوف مهاراتكم بالتمثيل بالتقليد بالغنى، خلينا نشوف. بدها تفضحنا اليوم آية. يلا اسحبوا واحدة. بيا من اكبر للاصغر. تفضل. لا 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 لا. شكله شيء صعب. بغزل بشريك حياتك باللغة الألمانية. يلا. نو. طلع مهاراتك باللغة الألمانية. شو حافظ جمل لنا يلا. ماينه ليبه. ايش ليبه ديش. دو زيست زي شون اوس. يعني الترجمة. حبيبتي انا بحبك، انت كثير حلوه. يلا الثانيه. يلا خليها معك. حس بشريكك اغنيه وهو حاطط السماعات. اوكي رح اطلب ايه من امجد هو يحط السماعات. تمام. وانت بدك تحضري الغنيه. تمام. الفريق بس شغلوا غنيه من عندكم. متاكد ان امجد ما عم يسمع. بلشت؟ واضح بلشت. بدك تغني اول مقطع. بحبك انا كثير يا حبيبي ضلك طل علي. شو بدك؟ ولا شيء؟ رح ارجع عيد. بترجعي تعيدي؟ ايه. بحبك انا كثير يا حبيبي. عم يسمعوا العالم. تحبيني قد الدنيا. بحبيني. حبيني. انا كثير. انت كثير يا حبيبي ضلك طل علي. بحبك انا كثير يا حبيبي ضلك طل علي. برافو برافو. الجيران كلهم سمعوا على فكره. يلا برافو. هي هلا لك اثنين. أنا...
تحدي عكس الكلمات، طيارة، فيديو، عسل. تمام، بدك تعكسينا الكلمة ونشوف قديشك سريعة. كلمة طيارة شو عكسها؟ يعني احكيها من اليسار يا اليمين. شوف مين أسرع بيناتكم، أمجد عكوز طيارة. يا رايت يا رايت يا رايت يا رايت الرايت. لا في في طيارة تاء مربوطة. ترايت ترايت صح. يلا الكلمة اللي بعدها فيديو. فيديو فيديو صح. عسل لسع. برافو، سهلة. يلا اللي بعدها حول هالجملة إلى الألماني. انتظروا حلقتنا أمجد وبشرى في برنامج Good News. فيكم تساعدوا بعض. Warten Sie auf uns. Warten Sie auf uns. شو كان الجملة أرجمها؟ Warten Sie auf uns. In Good News Kanal. Yes, yes. Warten Sie auf uns in Good News Kanal. هلا المتابعين جزيلكم أسئلة، خلينا نروح لفقرة أسئلة المتابعين. يلا. نزلنا بوكس على السوشيال ميديا وطلبنا من المتابعين يكتبوا لكم شو حابين يسألوكم، ووصلتنا الأسئلة تبعيتهم. أول سؤال عنا يا من منيرة بتقول: مين أكثر حدا دعم بشرى بارتداء الحجاب، وهل كانت خطوة ارتداء الحجاب متأخرة لبشرى؟ أول شيء بدي أتشكر كثير منيرة على هالسؤال الحلو. ثاني شيء، فكرة ارتداء الحجاب أنا هي الفكرة من زمان ببالي، يعني مو إنه فكرة جديدة، بس أنا كنت بصراحة موقفة شوي لأنه وجودي هون بألمانيا بتحسوا إنه اللي عايش بأوروبا بيكون إنه الوضع صعب عليه شوي، باعتبار إنه في شوية عنصرية، يعني مو إنه كل العالم هيك، لا، بس في كم حدا عنصري. بس انا يعني حسيت انه هذا الوقت المناسب، وكمان يعني حسيت انه كل ما كبرت البنت اكثر كل ما بتلاقي هاي الخطوه صارت اصعب، فحسيت انه خلص يعني هذا هو الوقت المناسب. صح، بس لا تنكري انه انا كمان دعمتي. صح، ما قالت هاي الشغله. لا نسيت اقول. والله امجد دائما بيشجعني، بس بحياته ما غصبني على شيء، يعني بحياته ما قال لي انه لا لازم تحطي لازم كذا، لا دائما بيقول لي حلو بيلبق لك حطيه، بس ولا مرة انه حسسني انه لازم. يعني ميرا بتقلكم سر ما بدكم حدا يعرفه، وهلأ حابين تخبروه للمتابعين. هلأ اول شيء نقول لها شكرا كتير لميرا. عنجد شكرا كتير يا ميرا على سؤالك. ثاني شيء انه نحن ما بنخبي شيء على متابعينا، كل شيء بنحكي لهم اياه، هذا بالنسبه للوقت الحاضر، بس بالنسبه للشغلات المخبايه القديمه فايه في سر، يعني امجد ما بيحب يحكي في هذا الموضوع، بس انا ناويه انه افضحه. شو صار هلا؟ في يعني صار معنا مشكلة أول ما تعرفت عليها لبشرى. إنه كنا رح نترك بعض. تمام، كنت رح أتركها لبشرى، كنت رح أنفصل عنها لسبب الأسباب. لا أحكي يعني لأنه هو أول شيء. لا بلا في داعي. أول شيء كان ما في شيء بيني وبينه، الأمور كلها رواء، وهذا الشيء صار أول ما يعني بالفترة الأولى من علاقتنا، فكان ما في شيء وكله تمام، وهيك فجأة بدي له لأمجد يعني ما عم يرد علي، هيك فجأة قطع يعني. فانا وقتها كثير هيك استغربت انه شو عم يصير يعني. تمام، فشو طلع السبب؟ هلا لما تعرفت على بشرى كنت صغير انا، اجى شخص لعندي ولعب بعقلاتي. تمام، انه شو بدك بهالبنت وتركها وشو بدك فيها، ما بعرف كيف لعب لي بعقلاتي وما بعرف يعني هيك صار. هو صار يحكي له شيء مو مزبوط عني، يلف له قصص وشغلات وهيك، وامجد مثل ما قال لكم انه كان هو صغير فصدق هذا الشيء، وبعدين تبين له انه يعني انه هو عمل هذا الشيء بس مشان انه يفرقنا عن بعض، وانه هو يعني يحكي معي بهي الفتره. صار هو يتواصل معي ويقول لي انه أوف، بدي التقى فيكي وانه في شيء بدي احكي لك اياه عن امجد وهيك. ف يعني وقع بين الطرفين. أيوة، يعني نظامي صارت مشكله يعني. بس الحدا يعني اللي هو لازم يكون الشكر الكبير له اللي رجعنا لبعض مين هو؟ هو امي. والله يعني ما بنسى فضله علي انه رجعتني لبشرى. مشكلتي أنا أنه كانت نيتي كتير سليمة بالعالم، بشوف كل العالم أنه طيبين، بس الحياة بتعلم يعني. طيب أنا بسألكم بكل صراحة، هل مبسوطين بالعيشة بألمانيا، وهل بتفكروا تنتقلوا لبلد عربي؟ هلأ أول شيء نقول له شكراً لأناس. ثاني شيء أنه ألمانيا مثل أي بلد، يعني فيها سلبيات وفيها إيجابيات،
بس بالنسبة للحياة الاجتماعية أكيد يعني نحن نتمنى لو أنه نكون يعني ببلد عربي. عربي صح، بس أنه ما رح نقول أنه ألمانيا ما لها منيحة، لا الحمد لله منيحة هي، بس أنه البلد العربي فيه أجواء أكثر يعني بالنسبة لنا كعرب. هيك خلصت حلقتنا، شكراً كثير لكم، كثير انبسطنا معكم، أتمنى لكم كل التوفيق. شكراً كثير لك. وهيك مشاهدينا حلقتنا انتهت، انتظرونا بحلقات جديدة من برنامج Good News. بيعملوا مقالب وتحديات ومغامرات مضحكة مع بعض. ما بيخوف إنه وقت كنت إنه لا مش عنا يتكلم خلصنا. طيب كيف تشوفوا نقصنا كان شو بد هنعيد ارجع انا احكي ولا شو؟ لا انا فكرت هذا من السياق. اوكي لا ارجع ارجع. انتوا بتقدروا تعملوا كاتلة؟ اكيد بنقدر. ايه بنقدر نرجع. يلا اول شيء بدي اقول شكرا كثير يا ميلو على ميلو.